إلى ماذا ترمز النخلة في شعار المملكة العربية السعودية؟ يرفرف العلم السعودي ذو اللونين الأخضر والأبيض في سماء المملكة حاملا عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكما تتخذ المملكة من النخلة والسيفين المتقاطعين شعارا رسميا للدولة. بدأت السلطات السعودية برفع العلم السعودي الحالي في سنة 1973 حاملا شهادة التوحيد الإسلامية المكتوبة بخط الثلث العربي، وأسفلها سيف عربي باتجاه سارية العلم حتى تقرأ العبارة بطريقة صحيحة من اليمين إلى اليسار. يتخذ العلم السعودي شكل المستطيل حيث يساوي عرضه ثلثي طوله، وهو العلم الوحيد الذي لا ينكس، إنما يتم إنزاله إلى نصف السرية في حالات الحداد. ويرمز السيف الموجود على العلم والذي تتجه قبضته نحو سرية العلم إلى عز المملكة. أما عبارة التوحيد فتدل على الشهادة وعلى حكم الدولة بالشريعة الإسلامية الحنيفة. شعار السعودية. اتخذت المملكة العربية السعودية في أوائل الخمسينيات من السيفين العربيين والنخلة التي تعلوهما شعارا لها، حيث يرمز السيفان إلى المنعة والقوة والتضحية، بينما ترمز النخلة إلى الخير والحيوية وأن الرخاء لا يتحقق إلا بالعدل. وقد طبع هذا الشعار على العملة الرسمية للبلاد وهي الريال في سنة 1927، وقد صدرت طوابع تحمل هذا الشعار أيضا سنة 1378 هجرية. تمتاز السعودية باستقرار وضعها الاقتصادي والسياسي، وتعتبر ثاني أكبر دولة من حيث الاحتياط البترولي، وتحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث الاحتياطي في الغاز، ويشكل النفط الخام أكبر صادرات الدولة حيث يتخذ 90% من صادراتها.